قال البخاري رحمه الله عليه في كتاب المغازي: قال: باب احد يحبنا. قال ابو عباس بن سهل عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثني نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي من ثقات الاثبات في اولاد الجماعه. قال اخبرني ابي علي الجهضمي. هو علي بن من؟ علي بن نصر بن علي. نعم. علي بن نصر بن علي من ثقات الاثبات. قال عن قرة بن خالد. وقرة بن خالد من رجال الصحيح. عن قتادة. وقتادة من نوادر الحفاظ. نعم. قتادة لا تجد مثله في الدنيا بأسرها. فقتادة من نوادر الحفاظ. نعم. قال سمعت أنس رضي الله عنه. وأنس رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال أخبرنا مالك عن عمرو. قال مولى المطلب. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. اللهم إن إبراهيم حرم مكة عليه السلام، وإني حرمت ما بين لابتيها. نعم. وقال البخاري رحمه الله: حدثني عمرو بن خالد. حدثني ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. وشو السلسلة دي؟ سلسلة مصرية خالصة. مرصع بالأماجد الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. وأبو الخير هو مرصد الإيش؟ أبو الخير مرصد إيش؟ الغنم. نعم. مرصد بن عبد الله اليزني. وعقبة نزل مصر. نعم. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد رضي الله عنهم صلاته عن الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، إني أنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. نعم. هنا فيها حديث صريح ظاهر في هذا الباب، وهو أن النبي قال: أحد جبل يحبونه ونحبه. هذا فيها إثبات النبي لأن الجماد يشعر وأن الجماد له إرادة، فلا عجب أن يقول: أراد أن ينقض فأقامه، فله إرادة. وهذا ورد بأن النبي قال: أنا أعلم حجرا، كنت بمكة إذا مررت على مكة قلت السلام، قال لي: السلام عليك يا رسول الله. حجر ينادي عليه ويسلم عليه، يقول السلام عليك يا رسول الله. وأيضا قال ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الحصى وتسبيح الطعام ونحن نأكل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالة على أن الجمادات تعبد الله جل وعلا. قد قال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. وفيها فضل شهداء أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم خاصة، وهذا الراجح الصحيح أن الشهيد لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل، يدفن كما هو. وأما الصلاة على شهداء أحد كان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بشهداء أحد كأنه المودع للدنيا بأسرها، لأن هذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قرب الأجل فقام يصلي على شهداء أحد ويتذكر مكان منهم من الخير الكبير، وما كان أيضا بينه وبين أهل الكفر، ونظر إلى إخوانه ثم قال صلى بهم ودعا لهم، ثم قال: إني لأنظر إلى الحوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وأبشرهم بامتلاك الدنيا بأسرها، لأنهم صدقوا ما عهد الله عليه. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وهذا طبعا الكلام كان للصحابة خاصة، هذا ليس عموما، وإلا فالعموم قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس ولا تقوم الساعة حتى يكون تدور آليات نساء دوس بدل خلصة صنم كان يعبد من دون الله جل في علاه. وفيها البشارة لهم أن الله جعل سيفتح عليهم كنوز كسرى وقيصر، وأن الله جعل زوى له الدنيا، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها. حديث أبي حميد أخرجه في المضى من حديث عمرو بن يحيى عن عباس، ثم ذكر من حديث عقبة بن عامر كما بينا ما فيه من الفضل. الفوائد المستنبطة: الجمادات لها تسبيح وشعور نحن لا نعلمه، و
وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن الله كان وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن الله كان غفورا حليما. فض شهداء أحد قول سلام إني فرطكم وإني لأنظر الحوضي الآن في إثبات الجنة خلافا للمعتزلة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.